بديت الرسم اول شيء كنت صغير، كنت عايش بالموصل عن طريق الاساتذه، وكانوا يشجعوني عن طريق الاهلي، كانوا يجيبوا لي ادوات مال رسم، وكنت ارسم نشرات حيطان مال المدارس، ونفس الشيء كنت هم كان نشاط لي بالمدرسه، والحمد لله والشكر يعني تفوقت بهذاك الوقت. اكثر شيء عوائل يعني من دهوك قليل، يعني عوائل من خارج دهوك مثلا بغداد موصل، يعني يجون هنا سياحه فيقوم يسوون رسم يمي. اكثر شيء الاطفال والعوائل والشباب، يعني هذول اللي متواجدين في العالم. ارسم يعني عدد انواع الرسم، رسم المباشر يعني يقعد الشخص مقابلي ارسمه، ورسم عن طريق الطلبيه صوره مال الموبايل وارسمه. يعني هل ممكن ترسم على اشخاص من دون ما تشوفه مثلا؟ هالشيء يتقرر على المواصفات يعني 100%، اذا مو 100% المواصفات اللي هو يحدد لي تطلع الرسمه ما يعجبه، او الرسمه ما مضبوطه مثل ما هو يقول الأوصاف ماله، لأنه على طريق أوصاف مال الشخص اللي يقول لي هذا الأوصاف، لأنه مو هي الصورة حتى أبوع على الصورة، أوصاف كلام بتطلع شغلات ما مضبوطة، يعني مو 100%. والله هو رسم الشارع دهوك أني بس الشخص الموجود، يعني ما رسم الشارع شغله مو هونطه، شغله صعبه، مو اي واحد يقدر يقتنع هذه الشغله، لانه رسم بها رسم مباشر، ورسم رسم الشارع يعني ما كنت ماخذه من تقليد اوروبي. يعني طبعا يعني انا من الموصل سايح وجاي على مدينة دهوك سياحة، شفت ما شاء الله الرسم ماله كان جدا جميل وروعة، ورجل مبدع ما شاء الله عليه، وإيده خفيفة يعني، وبأي أجواء يستطيع أنه يرسم جميع الرسمات. من عدن سألته قال أنه غير أنه صورة الشخص غير شغلات يرسم، فهذا كان جدا جدا شيء جميل. فن الرسم مو مجرد حبر على ورقة، لا، هو بالعكس هو ينطي معنى للحياة. طبعا لما هو يقعد يجي مثلا الشخص هو يرسم وجهه على الورقة، هو ينطي قيمة للحياة، ينطي الروح لهاي الورقة. وطبعا ما شاء الله الفنان المبدع أمير هو من أفضل الفنانين اللي موجودين حاليا بدهوك في الرسم، موهبة مثلا نقدر نقول موهبة من الخالق، أنطاه هاي الموهبة الجميلة، وأني أشكره جدا جدا على هاي الموهبة الراقية